هذا يسأل عن رجل عليه قضاء من رمضان، هل ينويها مع الست من شوال؟ يعني يصوم 6 أيام بنية أنها 6 من شوال وأنها قضاء. لا، ما يصلح هذا، يصوم بنية القضاء فقط. فإذا فرغ من القضاء، إن كان باقي من شوال أيام يصوم 6، إن كان شوال انتهى فهو فاتت السنة، لكن القضاء لا بد منه لأنه واجب، وأما 6 فهي سنة، يقدم أداء الواجب على أداء السنة.